مساء الفل على متابع اليوم السابع، معكم إيهاب المهندس من محيط محكمة شمال الجيزة. منذ قليل أصدرت محكمة جنح الوراء حكمها في القضية المعروفة بسيدة الوراء، والمتهم فيها زوج شقيقتها بالتعدي عليها بالضرب والسب والقذف. النهاردة جنح الوراء قضت بحبس المتهم 5 سنوات عن التهم الموجهة إليه، وأيضا تغريمه مبلغ 20,000 جنيه ودفع 20,000 جنيه تعويض مدني. هنتكلم عن القضية. القضية متهم فيها عامل بالتعدي على سيدة وإحداث ترويع لها ولأطفالها أثناء تواجدها في الشارع. المجني عليها كانت متواجدة بصحبة أطفالها في الشارع، وقام زوج شقيقتها باستيقاظها والتعدي عليها بالضرب والترويع والسب. أبرز التهم المتوجهة للمتهم تهم الترويع والتعدي بالضرب وسب المتهمة، وأيضا ترويعها هي وأطفالها أثناء ذهابها إلى السوق. المجني عليها قالت في التحيات إنها كانت بصحبة أطفالها متوجهة لشراء بعض متطلبات المنزل، وأثناء ذلك استوقفها زوج شقيقتها، وبالمناسبة كان في بينهم خلافات سابقة، وقام بالتعدي عليها واستيقافها وترويعها هي وأطفالها. كمان أحد أصحاب المتهم كان متواجد في مكان الواقعة، وقام بتصوير الواقعة لابتزاز السيدة المجني عليها، والتحريات أكدت صحة الواقعة. والمحكمة بجلسة اليوم قضت حكمها بالحبس 3 سنوات في التهمة الأولى، وحبس 2 سنين في التهمة الثانية، وتغريم 20,000 جنيه، وكمان ألزمت المتهم بدفع مبلغ 20,000 جنيه تعويض مدني للمدعي بالحقوق المدنية. بكده المتهم أمامه الاستئناف على الحكم. المتهم حضر جلسة اليوم وتم إيداعه قفص الاتهام. ده أبرز ما جاء في كواليس المحاكمة. هنذكر حضراتكم بالواقع. الواقعة كانت نهاية شهر ديسمبر 2021 في منطقة الوراء. قام المتهم باستيقاف شقيقة زوجته، واللي كان في أصلا خلافات بينه وبين زوجته سابقة، وقام بترويعها أثناء وجود أطفالها، وأيضا تعدى عليها بالسب والقذف. والمحكمة النهاردة أسدلت استطار على القضية، والمتهم خد في جميع التهم الموجهة إليه الحبس 5 سنوات وغرامة 20,000 جنيه، ويلزمه بدفع 20,000 جنيه للمدعي بالحقوق المدنية. ده ملخص الحكم والواقعة اللي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية. المحكمة أودعت حيثيات حكمها، وأكدت ثبوت الجريمة في حق المتهم، ودعمت الحكم بأقوال المجني عليها، وكمان أقوال مجري التحريات وأقوال الشهود في الواقع. بكده في أقل من شهر من حدوث الواقع صدرت محكمة جنح الوراء الحكم الذي صدر منذ قليل بجلسة اليوم. شكرا متابع اليوم السابع. هلا نلتقي في لايف جديد خلال الساعات القادمة.